بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. بداية نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقائنا اليوم إن شاء الله حنتحدث عن مساق الكيمياء العامة. هذا المساق يتضمن 10 شباتر أو 10 فصول، وحنتحدث في الشابتر الأول بمشيئة الله عن المادة، بنقول البيزك كونسبتس أباوت ماتر. البيزك كونسبتس أباوت ماتر، إذا بدنا نأخذ المفاهيم الأساسية عن المادة. المفاهيم الأساسية عن المادة، بداية لابد من معرفة ما هي المادة، طبيعة المادة. لكن المادة بنقول هي أي شيء له كتلة ويشغل حيزا من الفراغ. إذن المتر عبارة عن is anything that has mass and occupies space. مثال، لو تكلمنا وقلنا مثلا القلم، هل هو مادة أو غير مادة؟ هنقول هو مادة. لماذا؟ لأنه له كتلة ويشغل حيزا من الفراغ. لو سألنا عن الصبورة مثلا، هذه مادة لأن أيضا لها كتلة وتشغل حيزا من الفراغ. لو تكلمت عن النباتات، عن المواد الصلبة، عن الصخور، كل هذه الأشياء بنقول هي عبارة عن مادة. لكن في المقابل لو قلنا الطاقة، هل هي مادة؟ الكهرباء، هل هي مادة؟ بنقول طب بالطبع ليست مادة. لماذا؟ لأن ليس لها كتلة ولا تشغل حيز المن والفراغ. إذن هناك في الحياة في شيء ممكن نطلق عليه مادة، وهو في شرطين أساسيين، إنه له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. اللي بيفقد هذين الشرطين لا يعتبر مادة. إذن بنقول matters includes all things both living and non-living that can be seen such as land, soil and rocks as well as things that cannot be seen such as air and bacteria. Various forms of energy such as heat, light and electricity are not considered to be matter. إذن جبنا أمثلة ممكن تعتبر عبارة عن matter، أي بلان solid rocks. أيضا أمثلة أخرى على إنها لا تمثل مادة زي الانرجي، الهيت و اللايت والإلكتريسيتي. طبعا الآن في عندي اللي هو ما هي الصفات الفيزيائية للمادة أو الحالة الفيزيائية للمادة. حالة المادة الفيزيائية بتنقسم إلى 3 أنواع. النوع الأول solid، النوع الثاني liquid، النوع الثالث gas. إذن هذه هي حالات المادة 3. إذن بنقول physical states of matter، حالات المادة الفيزيائية physical states of matter. إذن للمادة 3 حالات، الحالة الصلبة والحالة السائلة و الحالة الغازية.
والحالة الغازية. طيب الحالة الصلبة تعريفها بنعرف انه الحالة الصلبة is a physical state characterized by a definite shape. اذا لازم يكون فيها definite shape, definite volume. اذا لما اقول انه ما هي ايش تعريف الحالة الفيزيائية للمادة اللي هي المادة الصلبة, بنقول هي عبارة عن حالة فيزيائية تتميز بأن لها definite shape, شكل محدد وحجم محدد. يعني بمعنى لو جبت أنا أي مادة صلبة مثلا وليكن قلم مثلا, له شكل محدد وله حجم محدد, له شكل محدد وله حجم محدد. البيكر مثلا كاس له شكل محدد وله حجم محدد. اذا يعني مثلا هاي بيكر له حجم محدد, له شكل محدد. اذا لا بتقدر تغير في حجمه ولا بتقدر تغير في شكله. الشيء الثاني اللي هو الليكويد, الحالة الثانية اللي هو الليكويد. الليكويد برضو is the physical state characterized by an indefinite shape, definite volume. إذن هذا بتختلف عن الحالة الأولى. المادة السائلة زي الماء مثلا ملوش شكل محدد, لأن الماء مثلا أو السائل أي سائل بيأخذ شكله من الإناء اللي هو موجود فيه. إذن indefinite shape غير محدد الشكل, لكن الحجم definite volume الحجم محدد. يعني لو جبت لتر من الماء وضعته في أي إناء, وضعته في أي إناء هو حيأخذ شكل الإناء لكن لن يتغير حجمه. يعني لتر مش حيصير لترين لو أنت نقلته من إناء لإناء. إذن هذا يختلف عن اللي هو الصوليد, بيختلف عن الصوليد إنه الصوليد definite shape وهو السائل indefinite shape, لكن الاثنين بيتفقوا في definite volume. نيجي للغاز. الغاز برضو نفس التعريف, is physical state characterized by an indefinite shape. إذن هنا indefinite shape وأيضا indefinite volume, يعني لا إله شكل محدد ولا إله حجم محدد. ليه؟ لأنه الغاز بيأخذ شكله وحجمه من الإناء اللي هو موجود فيه. يعني لو أنت مثلا حطيت 1 لتر من غاز الأكسجين أو أي غاز آخر, نيتروجين أو غيره من الغازات, في كونتينر حيأخذ, أي في وعاء, حيأخذ شكل الوعاء وحجم الوعاء. لو أنا زودت هذا الوعاء برضو حينتشر الغاز بحجمه, حيأخذ حجم برضو الإناء. إذن حيتغير الحجم في نفس الوقت وحيتغير الشكل أيضا في نفس الوقت. إذن هو مخالف للمادة الصلبة, إنه المادة الصلبة definite shape definite volume, المادة الغازية indefinite shape indefinite volume, لا إلها شكل محدد ولا حجم محدد. أما السائل هو بين الاثنين, يعني يأخذ خواص الاثنين, indefinite shape بيتفق مع الغاز, وديفينيت فوليوم بيتفق مع المادة الصلبة, بيتفق مع المادة الصلبة. الآن نشوف اللي هو البروبرتيز اوف ماتر, خواص المادة, خواص المادة بروبرتيز اوف ماتر. المطر إلها خاصيتين, الخاصية الفيزيائية والخاصية الكيميائية. بيقول إلها خاصيتين, خاصية فيزيائية وخاصية كيميائية. إذن various kinds of matter are distinguished from each other by their properties. يعني الأنواع المواد تختلف عن بعضها في الخواص بتاعتها. ما هي الخاصية؟ يعني لو إحنا بدنا نعرف ما هي الخاصية قبل ما نعرف physical state والchemical state, البروبرتي
هي عبارة عن is a distinguishing characteristic of a substance that is used and it is identification and description. إذن الخاصية هي إيش؟ ما يميز المادة، ما يميز المادة بحاجتين. أول حاجة الـ identification للمادة، والشيء الثاني description للمادة، يعني تعريف المادة ووصف المادة، تعريف والوصف للمادة. إذن هذه هي الـ properties. إذن الخاصية بتعتمد على أمرين أساسيين: identification وdescription للمادة. إذن الـ physical properties، إذن الـ property بتنقسم إلى physical property وإلى chemical property. الفيزيكال بروبرتي اللي هي الخاصية الفيزيائية، يعني لما نقول الخاصية الفيزيائية مثلا الماء، ممكن أنا أحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة إلى الحالة البخارية. إذن ممكن المادة تتحول وتأخذ ثلاث أشكال: حالة صلبة، سائلة، غازية. لكن الماء هل اختلف؟ الماء هو الماء. إذا لم تتغير الخاصية الكيميائية للماء، بل تغير شكل الماء أو الشكل الفيزيائي للماء. إذا بنقول هذه خاصية فيزيائية. هناك خواص فيزيائية كثير الآن حقول عليها، بس أنا بدي أعرف الفيزيكال بروبرتيز. إذا الفيزيكال بروبرتيز is a characteristic of a substance that can be observed without changing the basic identity of a substance إذن الخاصية الفيزيائية is a characteristic of a substance that can be observed without changing. إذن without مهم جدا changing the basic identity of a substance. إذن هي خاصية المادة اللي إحنا ممكن نلاحظها إنه ما يكونش هناك في تغير في المكونات الأساسية للمادة، ما يكونش في تغير للمكون الأساسي للمادة. مثلاً لما نتكلم عن بعض الكومون فيزيكال بروبرتيز، كومون فيزيكال بروبرتيز خواص فيزيائية شائعة، هذا بتتضمن الكلر. الكلر اللون يعتبر خاصية فيزيائية. الأودر الرائحة تعتبر خاصية فيزيائية. الفيزيكال ستيت للمادة solid سائل and gas برضو خاصية فيزيائية. الميلتينج بوينت نقطة الانصهار برضو خاصية فيزيائية. البويلينج بوينت برضو خاصية فيزيائية. الهاردنس الصلابة برضو خاصية فيزيائية. إذن كل الأشياء هذه تعتبر من الخواص الفيزيائية للمادة. وممكن المادة تتحول من حالة إلى حالة أخرى، لكن هذا زي ما قلت مش هيغير في طبيعة مكونات المادة الأساسية، مش هيغير في مكونات المادة الأساسية. يعني زي ما قلت لك الماء H2O لو إنه أصبح ثلج هيظل H2O، ولو أصبح غاز برضو هيظل H2O. إذن مش هيتغير في البيزك ايدنتيتي أوف سبستانس للوطر، مش هيتغير. الكيميكال بروبرتيز is a characteristic of a substance that describes يعني تصف the way of a substance undergoes or resists change to form a new substance. إذن الخاصية الكيميائية هي عبارة عن وصف للمادة من حيث الخضوع أو المقاومة للتغيير في المادة لمادة جديدة، تغيير مادة لمادة جديدة. هذه اسمها خاصية كيميائية. إذن الخاصية الكيميائية بتصف عندي طبيعة المادة، سواء
بتخضع لعملية التغيير لمادة أخرى أو بتقاوم عملية التغيير لمادة أخرى. هنأخذ مثال على ذلك، الكبر مثلا، الكبر كمثال اللي هو النحاس. النحاس turn green، turn green when exposed to moist air for long periods of time. إذن النحاس بتحول للون الأخضر لو إنه إحنا عرضناه لفترة طويلة للهواء الرطب. إذن حيتغير، حيصير فيه عنده صدى، صدى النحاس يعني، فحيتغير من لونه الطبيعي إلى لون أخضر. هذا اللون الأخضر هو صدى النحاس. الحديد أيضا، لو أنت عرضت الحديد إلى الهواء الرطب، هواء الجو الرطب، برضو حيتكون عندي مادة سوداء اللي هي صدى الحديد، حيصدي الحديد، بمعنى حيحصل عنده تآكل. إذن الآن صدى الحديد في مكونه الكيميائي يختلف عن الحديد. الحديد هو عبارة عن Fe، لكن صدى الحديد اللي هو عبارة عن الحديد عندما اتفاعل مع الأكسجين Fe2O3 صدى الحديد. إذن بنقول احنا the green coating form on the cover is a new substance. إذن المادة الخضراء اللي غطت النحاس هي عبارة عن مادة جديدة، عبارة عن مادة جديدة. إذن اختلفت عن أصل المادة، إذن صار في تغير في الايدنتيتي، تغير في مكونات المادة، حصل في تغير في مكونات المادة. On the other hand، من ناحية أخرى، الجولد الذهب بيعمل resist change when exposed to air for a long period of time. يعني لو جبنا الذهب وعرضناه إلى الهواء الجوي الرطب لفترة طويلة من الزمن فإنه يقاوم هذا التغير، يعني ما بصديش الذهب، ما بصدي. إذن حيقاوم التغير. إذن عملية الخضوع للتغير زي ما حصل مع النحاس، أو عملية مقاومة التغير resistance change زي ما حصل مع الذهب، الاثنين بنطلق عليهم الكيميكال بروبرتيز، الاثنين بنطلق عليهم كيميكال بروبرتيز. إذن سواء هو قبل التغير أو قاوم هذا التغير، إذن هذه هي صفة إيش؟ كيميائية. هذه صفة كيميائية. إحنا أيضا بنتكلم عن sometimes the presence of energy usually heat or light can trigger the change called the composition that hydrogen peroxide in the presence of either heat or light decomposes into the substance says water and oxygen is a chemical property of hydrogen peroxide. يعني لو جينا احنا عرضنا الهيدروجين بيروكسيد فوق اكسيد الهيدروجين وهو مركب كيميائي، H2O2، لو عرضناه لللايت للضوء حيتفكك وحيعطيني الماء وحيعطيني الأكسجين، يعطيني ماء وحيعطيني أكسجين. يعني ذرة الأكسجين الزائدة الموجودة في المركب اللي هو عبارة عن H2O2 حيعطيني الماء H2O زائد ذرة الأكسجين. إذن هذا اسمه إيش؟ decomposition، تفكك للمادة، تفكك للمادة. إذن بنسميه decomposition، decomposition تفكك للمادة. نأخذ مثال على
هذا الأمر بنقول classify each of the following properties for selected metals as a physical property or a chemical property. إذن هذا أنت بدك تصنف الجمل الآتية مين فيهم تغير كيميائي ومين فيهم تغير فيزيائي. إذن أنت بدك تحدد الميتلز الموجودة عندك هنا إما حتكون التغير فيها physical property أو chemical property. لو أخذنا المثال الأول iron metal rust in an atmosphere of most air. طبعا الجملة بتقول انه عنصر الحديد بيحصل له صدى لمن احنا نعرضه للهواء الجوي. طبعا هذا يعتبر physical properties ولا chemical properties؟ اتغير يعني تحول الحديد من الحديد الى صدى الحديد. اذا هذا حيكون بالتأكيد chemical properties. طيب الميركري ميتال از ليكويد ات روم تمبريتشر، يعني عنصر الزئبق بيكون سائل في درجة حرارة الغرفة سائل. إذن لما نتكلم عن سائل أو صلب أو غاز معناها هذه على طول physical properties. إذن هذا physical properties. النيكل ميتال dissolves in an acid to produce a light green solution. إذن نيكل ذاب في حمض وأنتج لي لون جديد green solution light green solution يعني محلول أخضر باهت. إيش حيكون هذا؟ طبعا حيكون هذا chemical properties. البوتاسيوم metal has a melting point of 63 degree centigrade. يعني عنصر البوتاسيوم نقطة الانصهار تاعته بتساوي 63 درجة مئوية. إذن هذا حيكون physical properties. طبعا الحل هيو موجود عندك في الكلام هنا. نيجي نشوف الأول هيو أعطاني chemical properties، الثاني physical properties، الثالث chemical properties، الرابع physical properties. أيضا practical exercise 1.1 نفس العملية برضو بده إياك أنك تحدد له هل هو physical properties أو chemical properties في الجمل الآتية. مثلا التيتانيوم ميتال كان بي درون انتو ثين وايرز، يعني ممكن احنا ناخذ عنصر التيتانيوم ونحوله الى اسلاك دقيقه. طبعا هذا فيزيكال بروبرتيز. ليش؟ لانه العنصر التيتانيوم ما تغيرش وتغير الشكل بتاعه، يكون مثلا صفيحه نحوله الى اسلاك، اذا ما تغيرش الا الشكل بتاعه، اذا هو فيزيكال بروبرتيز. السيلفر ميتال shows no sign of reaction when placed in hydrochloric acid. يعني لما حطينا عنصر الفضة في hydrochloric acid لم نلاحظ أي تفاعل، لم نلاحظ أي تفاعل. برضو أنا قلت سواء تفاعل أو لم يتفاعل هذا اسمها chemical property. إذن هذه الصفة chemical property. الكبر ميتال بوسيسز ريتش براون كلر، برضو نفس العملية، عنصر النحاس له لون بني محمر، يعني بني محمر. إذن هذا لون بتكلمنا عن كلر، إذن هذا فيزيكال بروبرتيز. بريليوم ميتال وين انهال ان finely divided form can produce serious lung diseases. لما انت تروح تستنشق الكميات دقيقة جدا من عنصر البريليوم ويدخل الى الرئتين حيسبب لك تسمم خطير.
إذن هذا التغير حيكون كيميكال بروبرتيز لأنه غير في الطبيعة بتاعتك. إذن هذا كيميكال بروبرتيز. الآن حتكلم عن changes in matter، تحولات المادة أو تحولات المادة. إذن لما أنا أتكلم عن تحولات المادة الآن، إن المادة ممكن تتحول من شكل إلى شكل آخر. إذن changes in matter are common and familiar occurrence، بتحصل بشكل مألوف ومعروف ودائما إحنا بنشوف. changes take place when food is digested، لما ينهضم الطعام. paper is burnt، الورق لما نحرقه. and the pencil is sharpened، كل التغيرات هذه صار فيها ايش changes، صار في changes للمادة، تغيرت المادة، حرقت ورقة، الطعام تم عملية هضمه، غير هيك من الأشياء. إذن هذه كلها بتعتبر تغيرات في المادة. Like properties of matter، changes in matter are classified into two categories، بنقسم إلى صنفين، الفيزيكال اند كيميكال تشينجز. اذا التغيرات بتكون لتشينجز، اما فيزيكال تشينجز او كيميكال تشينجز. لو جبنا مثلا قطعه خشب وعملنا منها كرسي او عملنا منها طاوله، اذا الان قطعه الخشب هل تغير عن كونه خشب؟ الشكل، الحاله الوحيده اللي تغيرت في الخشب اللي عملنا منه كرسي او عملنا منه طاولة، اللي هو الشكل بتاع الخشب نفسه. اذا الشكل الخارجي للمادة اتغير، زي الماء عندما حوله الى ثلج او حوله الى بخار، الماء نفسه لم يتغير، طبيعة المادة لم تتغير، لكن تغير الشكل بتاعها. بدل ما كانت سائلة صارت صلبة، ما كانت صلبة صارت ايش؟ غازية، حالة بخارية. اذا كل هذا التغير اسمه تغير فيزيائي، تغير فيزيائي، لكن المادة لم تتغير. الخشب ما تغيرش عن كونه خشب، حيظل خشب، والماء مش حيتغير عن كونه ماء، اذا حيظل ماء ومكونات الماء زي ما هي. اذا فيش ايش؟ تغير كيميائي حصل، بس كل التغير هو تغير شكلي، اذا هذا تغير فيزيائي. اذا لما اقول انه الفيزيكال تشينج از بروسيس، هي عملية ان ويتش سبستانس تشينجز it is physical appearance but not it is chemical composition. اذا التشينجز حصلت في الفيزيكال appearance اللي هو الشكل الفيزيائي، لكن لم يحصل في التغير في المكون الكيميائي، ما حصلش تغير في المكون الكيميائي. وضربنا امثلة على هذا الامر. الكيميكال تشينج برضو is a process in which a substance undergoes a change in a chemical composition. هنا المفهوم مغاير للمفهوم الأول أو مخالف للمفهوم الأول، إنه المادة بتخضع للتغير في المكون الكيميائي بتاعها، المادة بتخضع للتغير في المكون الكيميائي بتاعها. وزي ما قلنا الحديد وصبد الحديد، الحديد بيختلف عن صدأ الحديد من حيث المكون الكيميائي بتاع المادتين. النحاس بيختلف عن صدأ النحاس من حيث المكون الكيميائي للمادتين. لما يتفكك الهيدروجين بيروكسايد يتفكك الى ماء والى اكسجين، اذا هنا برضو هذا التفكك تحول الى مواد مغايرة عن بعضها البعض او مخالفة لبعضها البعض. اذا لما انت بتغير المكون الماء الكيميائي للمادة، معناه هذا ايش؟ تغير كيميائي، معناه هذا تغير كيميائي. ناخذ مثال على ذلك. بدنا نقول complete each of the following statements about changes in matter by placing the word physical or chemical in the blank.
يعني املى الفراغ بكلمة اما فيزيكال او كيميكال. املى الفراغ الموجود عندك يا بكلمة فيزيكال او بكلمة كيميكال. ايه the fashioning of a piece of food into a round table leg involves a. هل هذا التغير physical or chemical؟ يعني احنا جبنا قطعة خشب وعملنا منه أرجل لطاولة مستديرة، التغير هذا physical properties ولا chemical properties؟ طبعا حتقول لي انه هذا physical. طب ليه physical؟ حتقول لي لانه the table leg is still wood، يعني بقي الخشب هو الخشب ما تغيرش. No new substance have been formed، ما فيش مادة جديدة اتغيرت. اذا هنا حنحط فيها ايش؟ في كلمة physical، هذا الورد اللي حنحطها. The vigorous reaction of potassium metal with water to produce hydrogen gas is a change. هذا physical ولا chemical؟ ما هو واضح جدا، لما صار في تفاعل حاد ما بين البوتاسيوم، عنصر البوتاسيوم لما حطناه في المية نتج عنه هيدروجين، إذن هذا chemical change. Strengthening a bent piece of an with a hammer is an example of a change. يعني جبنا إيه؟ جبنا قطعة من الحديد وطرقناها ب اللي هو مطرقة، طرقناها بالمطرقة. الآن الحديد اتغير ولا بقي؟ اتغير الشكل الخارجي بتاعه فقط ولا اتغير المكون الكيميائي بتاعه؟ اتغير الشكل بتاعه بس. إذن في هذه الحالة حنسميه physical change. إذن physical change، إذن the piece of iron is still a piece of iron، يعني بقيت القطعة من الحديد هي قطعة من الحديد ما تغيرتش. دي ignition and burning of a match involve ايش؟ يعني جبنا عود كبريت ولعناه، التغير كيميائي ولا فيزيائي؟ بالتأكيد التغير ايش؟ كيميائي. كيميكال. اذا كيميكال ليه؟ لان new gases substances as well as heat and light are produced as a match burns. لما احنا نولعنا عود الثقاب اتغير واعطاني طاقه او لايت وهكذا. نفس الشيء في البراكتيك اكسرسايز 1.2 برضو حتحط يا فيزيكال او كيميكال بنفس الطريقة اللي احنا تكلمنا عليها الان. The destruction of a new paper through burning involves a change. في هذا الحالة حيكون chemical change. The grating of a piece of cheese is changing. حيكون برضو فيزيكال. The heating is a blue-powered material to produce a white glassy substance and a gas is كذا a change. هيكون chemical a change. The crushing of ice cups to make ice ships in كذا a change. إذن هيكون هذا physical. يعني لو جبنا الـ ice اللي هو الثلج وعملنا له كراشينج، يعني حولنا الى قطع صغيره او مجروش، يعني مجروش لما اجرش الثلج تغير عن كونه ثلج؟ لم يتغير. اذا هذا تغير فيزيائي فقط وليس تغير كيميائي. طبعا هنا في ملخص use of the term physical and chemical، نتكلم عن المصطلح الفيزيائي والكيميائي. هنا physical، الفيزيكال في عندي physical properties وعندي physical change. اذا احنا اخذنا حاجتين، الخاصية الفيزيائية والتغير الفيزيائي. لما نتكلم عن كيميكال برضو حنتكلم عن حاجتين، عن
خاصية كيميائية وتغير كيميائي، خاصية كيميائية وتغير كيميائي. الآن كل هذا اسمه ملخص للكلام اللي احنا درسناه. الفيزيكال بروبرتيز انا معطيك بقول لك بروبرتيز اوبزيرفابل without changing composition، يعني تغير بدون تغير في المكونات، زي الكلر اللون والشيب والسوليد ليكويد غاز بويلينج بوينت ميلتينج بوينت، كل هذا تغير فيزيائي، كل هذا خواص فيزيائيه. التغيرات الفيزيائيه، تغيرات الفيزيائيه مثلا change in physical state، يعني الميلتينج بوينت الفريزنج بوينت، يعني الماده بتكون صلبه ممكن تنصهر، الماده بتكون صلبه او سائله ممكن يحصلها الغليان، ممكن يحصلها تجمد. برضو ال change in state of subdivision with no change in physical states، نفس العمليه والفريزنج اللي هو solid نفس العمليه. يعني لما تسحق مادة صلبة حتلاحظ إيش؟ حتلاحظ إنه المادة الصلبة هذه تحولت إلى باودر، مادة صلبة صحنتها حولتها إلى مادة ناعمة أو دقيقة، برضو هذا كله تغير فيزيائي. أما الخواص الكيميائية برضو هنا بقول لك الروبرتيز that describe how a substance changes or resists change، إما قابلة للتغيير أو مقاومة للتغيير لمادة جديدة. Flammability or non-flammability، يعني سواء كان مشتعل أو غير مشتعل. التفكك، عملية التفكك at high temperature، يعني لو حطينا مادة وسخناها لدرجة حرارة عالية وتفككت المادة، هذا تغير كيميائي. Reaction with chlorine or lack of reaction with chlorine، برضو هذا تغير او في خاصية فيزيائية كيميائية، في خاصية كيميائية. اما التغير الكيميائي decomposition، التفكك تغير كيميائي، الرياكشن تغير كيميائي. اذا لو حصل انه مادة تفككت الى مواد اخرى هذا اسمه تغير كيميائي، لو حصل انه هذه المادة تفاعلت مع مواد اخرى with another substance اذا هذا ايضا تغير كيميائي، هذا تغير كيميائي. الآن بدنا نشوف المادة من حيث النقاء أو الخلائط. إذا نقول pure substances and mixtures، new substances and mixtures. إذا pure substances المواد النقية والمخاليط، المواد النقية والمخاليط. برضو إضافة إلى التقسيم إلى الحالة الفيزيائية، in addition to it is classification by physical state matter can also be classified into terms of it is chemical composition as pure substances or as mixtures. زي ما قسمنا الحالة الفيزيائية برضو الحالة الكيميائية والمكونات الكيميائية ممكن تتكون انه مادة نقية او مادة خليط. المادة النقية يعني المادة ممكن تكون نقية وممكن تكون خليط. يعني لو جيبنا مثلا الصوديوم، الصوديوم مادة نقية ولا خليط؟ هنقول بالتأكيد مادة نقية pure substance، لأنه فيش إلا الصوديوم موجود، يعني ذرات الصوديوم الموجودة. إذن pure substance، pure substance is، pure substance is a single kind of matter that cannot be separated into other kinds of matter by any physical means. هذه مهمة جدا. يعني المادة النقية هي عبارة عن نوع واحد من المادة ولا يمكن فصل مكوناته عن بعضها البعض بواسطة، هذه كلمة بواسطة نقطة مهمة جدا، الوسائط الفيزيائية. بمعنى مثلا لو جبت
الماء، الماء يعتبر بيور سبستانس. هيقول لواحد طب كيف بيور سبستانس والمي مكونة من هيدروجين وأكسجين؟ بقول الماء كوحدة واحدة، الماء كوحدة واحدة يمثل ماء، يعني لو انت فصلت الهيدروجين عن الأكسجين ما عادش في مي. طب انا بقدر افصل الأكسجين عن الهيدروجين، بقدر افصل الهيدروجين عن الأكسجين ويعطيني مي؟ لا، بالتأكيد هيتحول لمي، هيتغير كونه ماء. إذن الماء كوحدة واحدة اسمه ماء، هذا الماء يعتبر مادة نقية. لكن لو حطيت مع الماء كحول، لو حطيت مع الماء كحول، إذن هنا مادة غير نقية، بصير مادة غير نقية. إذن المادة النقية بنتكلم، بنقول المادة النقية هي عبارة عن نوع واحد من المادة، نوع واحد من المادة. يعني المي فيها جزيئات ماء متكررة، إذا نوع واحد من المادة، ولا يمكن أفصلها إلى مكونات أخرى من المادة بواسطة الفيزيكال مينز، بواسطة الفيزيكال مينز لا يمكن أستخدم الوسائل الفيزيائية في فصلها عن بعضها البعض. يعني لو مثلا عملت للماء تبخير، هذه طريقة فيزيائية، إذا لما تبخر الماء هل انفصل الأكسجين عن الهيدروجين؟ بالتأكيد لا، لو أنت كثفته مرة تانية حيرجع مية تاني. إذا معنى ذلك بنقول إنه المادة النقية إنه يكون عندك نوع واحد من المادة موجودة. يعني لو قلت كحول، هل الكحول بيور سبستانس؟ بقول نعم بيور سبستانس. ليه؟ لانه الكحول في الاناء مش موجود غير الكحول بس، يعني كل الجزيئات الموجوده في الاناء هي جزيئات من الكحول، اذا هذه ماده نقيه. لكن لو حطيت مع الكحول بنزين صار اتغير، ما اصبحش بيور سبستانس. طيب ايش نشوف الفرق بينه وبين بيور سبستانس والميكسشرز؟ المخاليط، المخاليط، المخلوط is a physical combination of two or more pure substances in which each substance retains its own chemical identity. هذا كلام مهم جدا. إذن المخلوط هو عبارة عن اتحاد فيزيائي، بقول اتحاد فيزيائي، physical combination بين مين ومين؟ بين مادتين او اكثر من بيور سبستانس. اذا الشرط ان يكون المكسشر اقل حاجة في مادتين، اقل حاجة في مادتين، اذا يكون عندي مادتين او اكثر. لو جبت مثلا ماء وكحول وخلطته مع بعض هذا يعتبر مكسشرز. لو جبت ماء وكحول وسكر وذوبته فيه، اذا هذا بيور، هذا يعتبر ميكسرز. ليش؟ لانه انا جبت مادتين بيور سبستانس، الماء بيور سبستانس والكحول بيور سبستانس وخلطتهم مع بعض، حيعطيني خليط. لكن الشرط المهم جدا انه كل مادة في هذه الحالة حتحافظ على مكوناتها الكيميائية. يعني لو انا فصلت الكحول عن الماء حيطلع عندي ماء نقي، يرجع ماء نقي زي ما هو، يطلع يرجع عندي كحول زي ما هو. اذا ليه الشرط انه ما تفاعلوش مع بعض؟ الشرط انه مش حيتفاعلوا مع بعض، لانه لو تفاعلوا مع بعض مش حيكون ميكسرز. لو مثلا ذوبت سكر في الماء او ملح في الماء او سكر وملح في الماء، يعني مادتين او اكثر، هذا اسمه ميكسر كمان. ليه؟ لانه انا لما اجي افصلهم عن بعض حينفصلوا، حينفصل الماء لحال والسكر لحال. اذا حفصل الماء لحال وحفصل السكر لحال بالطرق ايش؟ الفيزيائية. لان التغير الكيميائي ما صارش فيه تغير كيميائي، اذا كل مادة السكر حافظ على مكوناته الكيميائية والماء حافظ على مكوناته الكيميائية. اذا هذا اسمه مخاليط، اسمها مخاليط. طيب المخلوط ايضا بنقسم لقسمين، المخلوط بنقسم لقسمين، اما اذا الميكسرز are classified as heterogeneous or homogeneous، اذا المخلوط بنقسم
إلى قسمين، مخاليط متجانسة ومخاليط غير متجانسة. الهيتروجينيوس ميكسشرز، الهيتروجينيوس ميكسشرز اللي هي المخاليط غير المتجانسة، هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن مخاليط تحتوي على مكونات مرئية تختلف في البارتس بتاعتها أو الفيسز، الشكل الخارجي بتاعها، each of which has different properties. إذا بنقول heterogeneous mixtures، المخاليط غير المتجانسة، is a mixture that contains visible different faces or parts each of which has different properties. different properties. طب نجيب مثال على الheterogeneous mixtures. روحت جبت إناء وضعت فيه رمل ووضعت فيه زلط. إذن الآن أنت في الإناء إيش بتشوف؟ بتشوف رمل وبتشوف زلط، وممكن تفصلهم عن بعض بطرق فيزيائية سهلة، بطرق فيزيائية سهلة، تمام. إذن معنى ذلك إنه هذا خليط غير متجانس. طيب لو جبت زيت وماء وحطيتهم مع بعض، بيختلطوا مع بعض؟ لما أنت تطلع عليهم حتشوف في طبقة زيت وحتشوف في طبقة ماء، إذا الاثنين ما خلطوش مع بعض، إذا هذا اسمه heterogeneous mixtures، مخلوط غير متجانس. مخلوط إيش؟ غير متجانس. لو جبت stones حجار وحطيتها في المية، لما تيجي تطلع في الإناء حتشوف شكلين مختلفين، different visibly different faces، حتشوف شكلين مختلفين، حتشوف الستونز اللي هي الحجار هذه وحتشوف الماء. إذن هذه مخاليط غير متجانسة، مخاليط غير متجانسة، وممكن تفصل بالطرق الفيزيائية، ممكن نفصلها بالطرق الفيزيائية. الهوموجينيوس ميكسرز هي عبارة عن مخاليط contains only one visibly distinct face or part which has uniform properties throughout. يعني بمعنى انه المخاليط المتجانسة هي عبارة عن مخاليط تحتوي فقط على حالة مرئية واحدة، حالة مرئية واحدة وهي متجانسة بدون انت ما تقدر تميزها. لو انا جبت سكر وذوبته في الماء وجبت إناء ماء لحاله، تقدر تميز إناء الإناء اللي فيه ماء عن الإناء اللي فيه سكر وماء لما يكون ذائب؟ بتقدرش. ليه بتقدرش؟ بتقدرش تميز بينهم. إذن هنا أنت شفت حالة واحدة، شفت حالة واحدة، ما شفتش أكثر من منظر، شفت منظر واحد بس. لو جبت ملح ذوبته في الماء وطلعت على الإناء، هل انت بدون ما تتذوق بتعرف انه في ملح في الاناء؟ بالتأكيد ما بتعرفش. بالنظر بتقدر تميز؟ بتقدرش تميز بالنظر. ليش؟ لانه انت حتشوف شكل واحد، حالة واحدة، حالة فيزيائية واحدة فقط، هو ايش؟ السائل اللي قدامك. اذن the components present in homogeneous mixture cannot be visually distinguished، يعني لا يمكن انت تميز مكونات المخلوط بالعين المجردة، بمجرد النظر، بمجرد الرؤية، مش ممكن تميزهم عن بعض. ولما تيجي تفصلهم حتفصلهم بطرق فيزيائية، تبخر الماء عشان تحصل على السكر مثلا. هنا في برادة حديد زي ما انت شايف، برادة حديد، وفي عندي مادة أخرى magnet on the left and a mixture consisting of potassium dichromate the orange crystals. هذا الإناء هذا اللي هو إيه؟ موجود فيه potassium dichromate، الأورنج كريستلز اللي هي عبارة عن البلورات الأورنج،
وفي ايضا انفلينج اللي هو في برادة حديد، في برادة حديد موجودة في الايه في البي، بتقدر تفصلهم عن بعض. نعم جبنا مغناطيس وحطنا هنا في في الجفن هذا على المخلوط في الجفن هذا، اذا برادة الحديد المغناطيس جذب برادة الحديد، اذا فصلنا برادة الحديد عن الداي اكروميت. اذا انت فصلتم بطريقة سهلة. اذا هذا ايش الكلام هوموجينيوس هيتروجينيوس ميكسشر. اذا هذا مثال على الهيتروجينيوس ميكسشر، بمعنى بالطرق الفيزيائية ممكن تفصله. اما الهوموجينيوس ميكسشرز بتقدرش تفصلهم عن بعض الا بطرق فيزيائية خاصة وليس بطرق كيميائية. هنا عمل ملخص لنا وقال انه المطر هيو anything that has mass and occupies space بتنقسم الى pure substance وتنقسم الى mixtures. المكسشر بينقسم الى homogeneous mixtures one visible phase و heterogeneous mixtures two or more visible faces، يعني بتشوف منظرين او اكثر بالعين بتاع. بهذا القدر نكتفي، وإن شاء الله نلتقيكم في محاضرة أخرى. فإلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه وأمنه.